السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي عندي 4 أسئلة. تفضل أختي. سؤال يوم الخميس يا شيخي، ممكن أني أكون قد طرحته بطريقة خطأ. تفضلي. سألت عن الشخص الذي يجمع صدقات للأضاحي، شراء أضاحي العيد للفقراء واليتامى، وهو شخص يجمعها لهذا الغرض، يعني صح مش خطأ، لكن كان يطلب الزكاة في جمع في شراء هذه الأضاحي، هل الزكاة تنفع للدفع في هذا المجال؟ وأنا أجبتك يا سارة وفهمت سؤالك كما هو الآن. الآن أولا هو يجمع الصدقات ليشتري أضاحي للفقراء، نعم، ويطلب زكوات لشراء الأضاحي. يقول حتى الزكاة يجوز أن تدفع. كلامي واضح وفهمت سؤالك وأجبتك جواب صريح، وعليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يعني يأكل الحرام، بس هذا جوابي له. السؤال الثاني يا شيخي. نعم. إذا وضعت القنة على شعري ووضعت عليها الكيس والقماش، كيف يمكنني مسح عليها في الوضوء؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، إذا سحبت النقود بطريقة معينة ثم تبين أن فيها الطريقة التي سحبت فيها فيها ربا ولم أكن أعلم. كيف ربا؟ كيف اتضح لك بأنها ربا؟ ينهى عن طريق البطاقة. يعني أنت عندك البطاقة، بطاقة المصرفية اللي لحسابك. نعم. فسحبت من جهاز آخر وأخذ منك مثلا رسوم معينة. هذه هي؟ نعم نعم. تعتقدين هل بأن هذه ربا يعني؟ نعم قالوا هذا يا شيخي، ما أعرف. إذا صورة المسألة، أنت عندك حساب مصرفي في مصرف معين، رحتي سحبتي من جهاز آخر من غير جهاز هذا المصرف، وأخذ عليك نسبة ما يسمى نسبة إدارية، يعني مبلغ بسيط جدا، تعتقدين بأن هذا هو الربا؟ قالوا لي هذا يا شيخي. لا لا، أنت خليني معك أنت حتى لا تعيدين السؤال من جديد مثل سؤال الأضاحي، لكن هذا اعتقادك أنت. نعم. طيب إن شاء الله. السؤال الرابع. السؤال الرابع، عندي مصحف من الألوان، من الصفحات الملونة، وفيه أنا اشتريته لغرض التجويد يا شيخي، فيه أحكام التجويد، ولكني كنت سألتك من قبل عنها وقلت يعني ينبغي الابتعاد عن هذا النوع، هل يمكنني أن أكمل عليه أو أبدله بمصحف آخر؟ إن شاء الله. شكرا يا شيخي، بارك الله. أهلا وسهلا سارة. أبو يوسف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يعافيك. عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول شيخ، أنا في البيت برد، أمشي برد أسوق سيارتي. كيف؟ ما أقدر أسوق السيارة، ولا ما ماشي حد يعيني على المكيف. ما بعيد 200 كيلو تقريبا، 250 كيلو. متر 250 متر. أي. لكن ما حد، لازم أنفق بواحد ما أطلع الاستيب مال المشكلة وأصلي في البيت. طيب يا أبو يوسف. ما أقدر أرجع. السؤال الثاني، أنا لما أخلص الوزر الصلاة يأذن الأذان. لما إيش؟ لما أتوضى الصلاة في البيت وأصلي يأذن الأذان. اي في ذاك الوقت انا اصلي السنه في الفجر، اصلي السنه
وفيها مرض الفرد او افتح شيء مثل المسجد يخلي 25 دقيقه من الاذان الى صلاه الفرد. ان شاء الله ابو يوسف تسمع الجواب. بارك الله فيك دكتور. وفيك بارك الله فيك بارك. تفضل يا فتيحه. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك دكتور اخت تسال هل يجوز او ممكن اعطاء الزكاه لاهلنا في غزه عن طريق جمعيه ثقه؟ ان شاء الله. جزاكم الله. مرحبا فتيحه. ام عبد الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله عليك شيخ. ليه احنا النمل اذا عن الدين يعني حتى ينشعل يعني على الدين ايدي مثلا ولا نق اذا مثلا اسوي مثلا اجيب شيء واي جمع علي نمل وظلم المبيت العفو او اسوي مشكلة ما حرام ان شاء الله يا عبد الله ان شاء الله. السؤال الثاني شيخ يعني تلاوة القرآن ثلاث أجزاء يعني نفس الوقت أقراه بالضحى مثلا ثلاث أجزاء يعني يصير مثلا ثلاث من أقراه يا أبو يعني على اليوم كل وقت مثلا. كيف أم عبد الله يعني أنت تقولين تقرأين ثلاث أجزاء يوميا؟ إي نفس من أصل الضحى بالعشرة مثلا شيخ بالتسعة ثلاث أقرأهم يوميا يوميا يعني اختم القران كل ست ايام ما شاء الله. يعني يجوز الشيخ مثلا لو مثلا كل وقت اقرا جزء ان شاء الله يا ام عبد الله. شكرا شيخ الله واجيك. مرحبا اختي. طيب طيب ساره من ليبيا بارك الله فيها. ساره من ليبيا يوم الخميس الماضي العهد قريب طبعا ويعني اذكر سؤالها قالت بان هناك رجل يطلب الصدقات من الناس حتى يشتري أضاحي للفقراء ويطلب الزكوات أيضا حتى يشتري أضاحي للفقراء وفهمت جوابها فهمت سؤالها وأجبتها جواب واضح بأن هذا لا يجوز. أولا ولا بأس أني أعيد الجواب حتى يستفيد من يشاهدني. أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وليست بفريضة واجبة، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية حتى على قول من يذهب إلى وجوبها قالوا لا تجب على الفقير ولا على المسكين ولا على غير القادر على ثمنها ولا على غير القادر على ثمنها. المسألة الأخرى أنا لا أحفظ في نصوص الشريعة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الآثار أنه والله ينبغي للناس أن يأخذوا الصدقات حتى يشتروا الفقراء أضاحي. العاجز عن الأضحية ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين، الأول عنه وعن آل بيته، اللهم عن محمد وعن آل محمد وعن زوجاته وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأي فقير أو أي مسكين أي عاجز عن الأضحية ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الأخ يعني أمره إما أن يدور بين الجهل ولا بين النصب كما ذكرت، فقد يكون جاهل جاهل ما يعرف الأحكام الشرعية مثل كثير من الجهال العباد الوعاظ اللي ما عندهم نصيب ولا حظ من العلم الشرعي فيسلكون هذه المسالك، وهذا غير مشروع غير مشروع. أو يكون عنده نية سيئة وهي أخذ أموال الناس وبهذه الطريقة، لأن الناس تفرح طبيعة الناس الآن لما يجي شخص يقول يحثهم على الصدقة وكذا يفرحون. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يسلم أمواله إلا لجهات رسمية، جهات جمعيات موثوق بها عليها رقابة، لا يعطي يعني مجهولي العين ومجهولي الحال. مجهول العين اللي أنا ما أشوفه من خلال وسائل التواصل مثلا ولا من خلال حسابات معينة، ومجهول الحال أني ما أعرف، هذا ليس بطالب علم. الأمر الآخر وهو الأدهى وأمر هو قضية الزكاة. كيف يأخذ الزكاة ليشتري بها أضاحي؟ يقول الفقراء خذوا ضحوا، هل هذا كلام مقبول؟ هذا لذلك أنا يعني مثل ما ذكرت لك الرجل هذا النوع من الناس بالمناسبة ليس عندكم فقط، موجودين في كثير منه، يدور حاله بين الجهل وبين النصب على الناس وأخذ أموالهم بالباطل والتقنع بقناع
العمل الخيري أو لبس لباس الوعظ والتذكير. فيا أختي الفاضلة انتبهوا، وهذا الرجل لابد أن يعرض على العلماء، يناقشونه ويتكلمون معه ويفهمونه إن كان جاهلا. أما إذا كان نصاب هذا شأنه شأن الدولة، معه تقوم الدولة على القبض عليه ومنعه وحسم شره أن يبتز الناس بمثل هذه الصورة. فلذلك يا أختي سارة الجواب هو الجواب، وعلى الناس جميعا أن يحذروا من هذه التصرفات. والأضحية ليست بفريضة، وإنما سنة مؤكدة على من كان قادرا على ثمنها. وأنا ذكرت ولو قلنا مثلا ولو قلنا بأنها واجبة على قول من يذهب إلى الوجوب تسقط عن العاجز. قاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. هذا هو جوابي، بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول يعني إذا وضعت الحنة ويعني وضعت فوق كيس مثلا كيف أمسح يعني على رأسي؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة إذا وضعت الحنة على رأسها فإنها تمسح فوق الحنة، نص على هذا أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم أن المسح يكون على الشعر، وإذا كان على الشعر حنة فإنه يمسح من فوق الحنة. وإذا قلت بأنك تضعين كيسا فوق الرأس حتى يعني لا تنتقل الحنة إلى مثلا الفراش أو كذا، فتمسحين عليها، تخلعين الكيس هذا وتمسحين عليه. أما إذا شق عليك ذلك فله حكم الخمار، فتمسحين عليه من أعلى ما دام أن يشق عليك ذلك، وتبقين الكيس تصلين به، بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول أنا عندي حساب مصرفي وعندي بطاقة مصرفية، إذا سحبت من جهاز آخر من غير المصرف يأخذون رسوم معينة، قالوا لي بأن هذا ربا، كيف أتخلص من ذلك؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عنده حساب في مصرف معين، فإذا سحب من بطاقته من هذا الحساب الذي في هذا المصرف الغالب أنهم لا يأخذون شيء، وإنما هي خدمة تقدم للعميل في مقابل أنه وضع حسابه عندهم. أما إذا كان الجهاز يتبع مصرفا آخر فطبيعي جدا أن هذا المصرف يأخذ ما يسمى بالرسوم الإدارية، فهو لم يضع هذا الجهاز وقف ولا خدمة مجانية، وإنما وضعه لأن هناك عنده مصاريف، وهذا الجهاز يعني تترتب عليه رسوم أيضا، سواء من جهة الكهرباء، من جهة بعض الأدوات، المكان أيضا يستأجره المصرف، يستأجر هذا المكان، ولذلك لديهم حسابات معينة فيأخذون نسبة. هذه النسبة ليس فيها شيء أختي الفاضل، هذا قدم لك خدمة، الخدمة الرسوم التي يأخذونها في مقابل خدمة، يعني بدل ما تتكلفين وتذهبين إلى مصرفك قد يكلفك هذا مبالغ، يعني مسافة تستأجرين مثلا سيارة أجرة، أو أنت سيارتك تصرفين بنزين مثلا، أو ترهقين، أو الوقت غير مناسب، هذه قاعد يقدم لك خدمة، فهذه الرسوم أختي الفاضل يسمى رسوم خدمة يأخذ المصرف، ما فيها شيء وليست ربوية، بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول عندي مصحف من الذي فيه صفحات ملونة بغرض التجويد، وسألتك سابقا قلت ما ينبغي يعني اقتناؤه، تقول هل يمكن أنني أكمل به؟ أختي سارة بارك الله فيك، أنا لا أذكر يعني سؤالك ولا أذكر الجواب الآن، لكن إذا قصدت المصحف الذي فيه تلوين لأحكام التجويد فقط يظهر لي ما في بأس فيها إذا أحكام التجويد. أما إذا قلت لي لا الآن المصحف الموجود اللي الآن أصبح موضع عند كثير من الناس وفيه ألوان وهذه الألوان محل شبهة وبالغ الناس في ذلك، لا هذا ما يقرأ فيه، ما يقرأ فيه، يجب أن يغير يبدل أو يطمس هذا الشيء أو يغلف بشيء آخر. أما إذا قلت لي لا داخل المصحف هناك في حواشي الصفحات ملونة للتنبيه على أحكام التجويد، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أبو يوسف من عمان يقول أنا بيني وبين المسجد تقريبا 250 متر، ما أستطيع الذهاب إلى المسجد ولا عندي أحد ولا أستطيع ركوب السيارة، يعني هل أصلي في البيت؟
أبو يوسف بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال الله جل وعلا في شأن المساجد: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشدد على من يتخلف عن صلاة الجماعة، بل إنه ذكر من صفات المنافقين أنهم يتخلفون عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء، والحديث في هذا كثيرة. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، بالنسبة لمن كان عاجزا عن الذهاب إلى المسجد، فهذا العجز على نوعين: عجز فعلا يعني يصدق أن يقال بأن فلان عاجز ما عنده قدرة أبدا، وعجز لا، ممكن أن الإنسان يصل المسجد لأنه يتوهم بأنه عاجز. وهذا الذي حمله العلماء على حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، بيني وبين المسجد هذا الوادي وكثير، وهذا الوادي وفيه هوام، وليس لي قائد يقودني، يعني ما عندي أحد يوديني، هذا المعنى، وليس لي قائد يقودني. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، ثم نادى قال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة. قال العلماء: هذا كثيف وبينه وبين المسجد وادي، فقالوا بأنه لا بد من حمل هذا الحديث على أن هذا الأعمى عنده قدرة على الذهاب بمفرده، عنده قدرة، يعني هو كثير من المبصرين، يعني هم المكفوفين، قد يكونون أفضل من المبصرين، ويعني المبصرين من في قضية الدلالة أو معرفة الطرق، هكذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يستطيع. أما إذا كان عاجز عجز كامل لا يستطيع الحركة، يعني ما عنده قدرة على المشي، وليس له أحد يذهب به مثلا يحمله في السيارة، فما في شيء. على هذا يا أبو يوسف بارك الله فيك، يظهر لي بأنك من النوع اللي ذكرت قبل قليل، وهو أنك ما عندك قدرة، ما عندك أحد يوديك، ولا تستطيع ركوب السيارة، ولا تستطيع المشي، ولا كذا، تصلي في البيت، بارك الله فيك. أبو يوسف يقول: أنا أتوضى في البيت وحاب أني أنا أصلي السنن وكذا، يقول: لكن جماعة المسجد يعني بعد 20-25 دقيقة يصلون، يعني كيف أعمل؟ أبو يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للمعذور عن شهود صلاة الجماعة ليس له علاقة بالمسجد ولا ارتباط بجماعة المسجد، فأنت بارك الله فيك إذا ترخصت بالصلاة في البيت للعذر اللي ذكرته قبل قليل في سؤالك الأول، بمجرد أن تسمع الأذان تردد وراء المؤذن ثم تقول الدعاء ثم تصلي السنة القبلية، وبعدين ممكن مباشرة تصلي صلاة الظهر، وهذا أفضل لك. أما جماعة المسجد هؤلاء شأنهم آخر، فأنت ممكن تصلي قبلهم وممكن تصلي بعدهم أيضا. واضح أبو يوسف بارك الله فيك. فتيحة من الجزائر تسأل عن حكم إرسال زكاة الأموال إلى غزة عن طريق الجمعيات الموثوق بها. أختي فتيحة بارك الله فيك، نعم في جواب لي سابق بأن هذا جائز، يعني وفتاوى العلماء في جميع الأقطار الإسلامية على أنها تبعث إلى هؤلاء المنكوبين وهؤلاء الذين يعانون معاناة شديدة، لكن أهم شيء أن يكون عن طريق جمعيات موثوق بها، جمعيات عليها رقابة من الدولة، بحيث أن هذه الأموال ما تذهب يعني في طرق غير جيدة، أو أنها تكون عرضة لي يعني الاستغلال أو شيء، وإنما تذهب إلى أصحابها. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول: عندنا نمل يؤذينا كثيرا، تقول يعني لو استعملنا المبيد الحشري مثلا هل هذا جائز؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للنمل في البيوت إذا كان كثيرا بحيث أنه خرج بصورة غير طبيعية، فالمشروع التحجير عليه، ومعنى التحجير أن تسألينه بالله تعالى أن يخرج. فإذا كان أنتم تفاجأتم في البيت بظهور نمل بشكل يعني غير طبيعي،
تقولين مثلا: أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، وتتركين له يعني مجال يخرج وتنتظرين. فإذا خرج الحمد لله. وقد جرب هذا كثير من الناس في القديم والحديث ورأوا أثر هذا، رأوا أثر هذا سبحان الله العظيم. وأما إذا لم يخرج أو كان قليلا بحيث أنه من النمل الذي اعتادته كثير من البيوت، فنعم يجوز لكم إذا فعلا أصبح يؤذيكم أن تقتلونه بغير الحرق بالنار ولا بالماء الحار، وإنما يجوز استعمال المبيدات الحشرية، يجوز تغريقه بالماء البارد، يجوز مثلا دفن قريته إذا كان له قرية تحت الأرض، قرية النمل هذه يجوز هدمها، أو مثلا يجوز، لأن هذا يعتبر في حكم الصائل. والقاعدة الشرعية أن الصائل في الشريعة يدفع بأسهل ما يندفع به، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، لكن بغير التحريق بالنار، أو ما في معناه مثل ماذا؟ مثل التحريق بالماء الحار. تفضل يا أبا نذير. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. من فضلك لدي 6 أسئلة. تفضل يا أبا نذير. سؤال أول: مراجعة لي، لأني أنسى، أحب أن أسأل للتأكيد. تكبيرات زوائد في صلاة عيدين وتكبيرات صلاة جنازة، هل يرفع إنسان يده في كل تكبير؟ أنا أكون نعم، ما جوابك؟ إن شاء الله. سؤال ثاني: أرجع إلى رمي جمرات يرمي محرمون وهم أمام جمرة، وخلف هذه جمرة أيضا يرمي محرمون وهم أيضا أمام هذه جمرة، يعني يقف محرمون قبالة محرمين، هل هنا أفضل مكان يقف فيه محرمون أو نفس الشيء؟ إن شاء الله. سؤال ثالث: حديث لا تشد رحلة إلى ثلاث، ما معنى؟ مثلا مسلم وهو سائح يزور مسجدا معروفا وجميلا في أي بلد مسلم، وبعض مساجد لهم آثار تاريخ أكيد يصلي في ركعتين، هل ممنوع هذه زيارة؟ إن شاء الله. سؤال رابع: نوى إنسان أن يصلي 3 أيام عاشوراء، صام يومين وفي الليل أو قبل فجر نقض نية صيام يوم ثالث بدون سبب، هل عليه شيء؟ طيب. سؤال خامس: في صلاة يرفع يدين في 4 مواطن، بالنسبة بعد التشهد أول ما هو أفضل للمصلي؟ هل بعد التشهد أول أو حتى يقف وقيفا أو له الخيار؟ إن شاء الله. سؤال سادس: توضأ إنسان ولبس جوارب والأحذية على طهارة، حالة أولى أحدث وما خلع جواربه والأحذية وأعاد الوضوء، هل يجوز له أن يمسح على أحذية؟ حالة ثانية: لبس جوارب والأحذية على طهارة وصلى خارجا مع الأحذية، وبعد حين أحدث وخلع أحذية فقط، وإذا أراد هذا إنسان يصلي خارجا مع الأحذية، هل يعيد الوضوء من جديد، يعني يخلع جوارب ويغسل قدمين؟ هل واضح شيخ؟ لا مش واضح. السؤال السادس أعد يا أبا نذير. أعود السؤال السادس؟ السادس الأخير. توضى إنسان ولبس جوارب والأحذية على طهارة. طيب. حالة أولى أحدث وما خلع جوارب والأحذية وأعاد الوضوء، هل يجوز له أن يمسح على أحذية؟ لكنه ما خلع. نعم كيفاش يا أخي؟ لكنه ما خلع الجوارب ولا الحذاء. ما خلع. يعني مسح عليهما، يريد أن يمسح عليهما. نعم.
نعم، هذه هي حالة أولى. طيب الحالة الثانية. لبس جرويب والأحذية على طهارة، وصار خارجا مع أحذية، وبعد حين أحدث وخلع أحذية فقط. أيه. وإذا أراد هذا إنسان يصلي خارجا مع أحذية، هل يعيد الوضوء من جديد؟ يعني يخلع جوارب ويخسر قدمين. لكنه بالنسبة للحالة الثانية ما مسح على الجوربين، يعني بقي على وضوء ثم أحدث، الآن يريد أن يمسح من جديد كذا؟ نعم، هل يخلع جوارب ويخسر قدمين؟ إن شاء الله يا أبا نذير، واضح واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. عفوا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ، حياكم الله. حياك الله. طول بعمرك بخصوص الولد اللي يولد عمره 6 أشهر ومن ثم ساعة وتوفى الولد. نعم. بالنسبة لحكم العقيقة. العقيقة، العقيقة هل يوجب لها عقيقة أو التسمية؟ لما تمت الصلاة عليه، قال تمت تغسيله وصلى الصلاة عليه. إن شاء الله. صلى عليه. هذا السؤال الأول، بارك الله فيك. السؤال الثاني خصوصا أنا سمعت لك جواب عن السفر وبعد مغادرة عامر البنيان طبعا، تقريبا بعد 12 كيلو أو سمعت أنا اللي سمعته حوالي أنه صلى صلاة الجمع، جمع السفر. إيه. لكن ماذا عن الشيخ عن يعني متى يتم تحديد 80 كيلو اللي أقرها العلماء بخصوص للسفر يعني؟ يعني الآن أنا سمعت أنا 12 كيلو من بعد ما نغادر عامر البنيان. نعم. لكن 80 كيلو ماذا عن 80 كيلو؟ كيف يعني واحد يحسبها أساسنا 80 كيلو هاي بشرط صحة الجمع؟ إن شاء الله يا أخوي محمد أبشر. تقريبا يمكن بس عند العودة مثلا. أنا إذا واحد راجع مثلا من أبو ظبي وأراد الجمع وهو في حدود أم القيوين وباقي عن المنزل حوالي يمكن 20 كيلو بالرجوع، هل نفس يعني السؤال الأول أنه والله 20 أو 12 كيلو، أو أنه لا والله إذا أنا قريب من بيتي يعني ما يعادل مثلا 20 كيلو أني أنا ما يحق لي الجمع مدام أنا ممكن أصل إلى البيت وأنا أبشر. الحمد لله يعني ما زال الوقت في مبكر قبل. أبشر محمد، سؤالك واضح جدا. أبشر، جزاكم الله خير. السلام عليكم. محمد الله. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك أن هذه عندي أم يعني أمي شي وتتكلم علي وتسبني ويوم أودي لها شي عكت في وجهي، ويوم أتصل بها فكرت في وجهي نفس الشيء. وش تسوي؟ يعني هذه يعني أمي فيهم يعني عندي أم لكن شوية قاسية علي. قاسية إيه؟ أيوة، يعني تسبني وتتكلم علي لما ودي لها شيء عكتها. إذا وديتي لها شيء شو تسوي؟ عكتها كفتبي يعني عكتها. أيوة زين فهمني. أيوة. ولا اتصلت بها كلمتين وسكرتنا بفوجي. تسكر التلفون؟ أيوة. إيه. وأنا شيخ متخوفة أتروح معها ذا الكلام بطاطيني إياه واجد واجد كلام. هي الوالدة الله يحفظها بعقلها؟ إيه نعم بعقلها أكيد. نعم. إيه أكيد. أنت ما سويتي لها شيء ها؟ أبدا حياتي لا سويت لها شيء أبدا بيضرها. طيب وأنت ساكنة يعني معها ولا عندك؟ أنا تو متخوفة أروح معها أنت تسوي لي شيء ولا شيء، متخوفة يعني من ذاك الكلام بطاطيني إياه. أنت ساكنة معاها ولا ساكنة لوحدك؟ لوحدي. أنت متزوج وعندك أولاد ها؟ أيوة عندي أولاد متزوجة. وهي معها أحد في البيت؟ أيوة شغالة معها. بس والوالد؟ والدي متوفي. إيه الحين بس هي وشغالة في البيت بس.
ايوه. طيب تعامل اخوانك الباقيين مثلك؟ ما واجد. ها ما شوي شوي ما واجد. انا واجد اكثر. انا اكثر زياده يعني. اي انت اكثر وحده. ايوه زين. طيب وين بغيت انك تعطيني يعني نصيحه كيف اتوصل أبشري. اصير معها لاني متخوفه اروح. ان شاء الله يا امة الله. ابشري ابشري. يعني متخوفه اروح. اعطيني نصيحه كيف أيه. اسوي. تسمعين النصيحه بعد شوي. حاضر حاضر ان شاء الله. مرحبا حسن. مرحبا. تفضل يا ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا دكتور على هذا البرنامج القيم والله العظيم. حياكم الله اختي. دكتور سؤالي، انا عندي بنتي وحامل عندها توأم اولاد. نعم. وان شاء الله خلاص يعني بين يومين ولدتها. فبتسألني على العقيقة، انه لكل طفل اثنين. نعم. يعني حتى خرجهم الاربعة مع بعض او انما يعني ممكن اثنين وبعدين اثنين. مع أنها تقول يعني الحمد لله أنه متيسر أمورها، يقدروا يعني يسووا لي الأربعة ويقدروا يسووا الاثنين وبعدين اثنين. فأبغاك تديني نصيحة لها أبلغها هي. أبشري أفضل لها في عقيقة الاثنين التوأم إن شاء الله. أبشري. وبعدين عندي زوجي سمع حديث يقول لي أنه ما يشرب، يعني فيما معناه أنه منهي عن شرب الماء الحميم أو حاجة زي كده. منهي عن شرب الماء إيش؟ الحميم. الحميم ايوه. ايه يقول انه سمع هذا الحديث وبدا الان يطبقوا له فتره يمكن شهرين او اربع شهور ما يشرب الشاهي ولا القهوه، اتوقف منها نهائي. يقول لا انه هذه الاشياء انه منهي عنها، بس انا باشربها. اقول له لا يعني اكيد لها تفسير اخر، الحميم اخر عن انه شيء الشاهي او القهوه. اي زي كذا يا دكتور. طيب المفترض ان زوجك الله يحفظه يعرف معنى الحميم ويعرف هل هذا حديث ولا قول ولا حكمه طبيه ولا شيء. ايوه ماني عارفه. هو يقول لا سمعه في الحديث بس أيه. ما يعرف طيب. مدى هذه صحه الحديث. ابشري ابشري يا ام علي. الله يجزاك خير ووضح لنا ايش هو الحميم عشان ان شاء الله يكون طيب. ويسمع ان شاء الله ان شاء الله. وهل من المقصود من الحميم اللي هو المويه الماء الحار إن شاء الله. او شده الغليان ان شاء الله. ابشري يا ام علي. الله يجزاك كل خير ويبارك لك يا رب. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول أنا ولله الحمد يعني أقرأ يوميا في وقت صلاة الضحى ثلاث أجزاء من القرآن، يعني بمعنى تختم كل عشرة أيام. تقول يعني هل هذا مشروع ولا أنني أجزئ القراءة على الأوقات مثلا؟ أم عبد الله من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك وهنيئا لك هذا الخير، وهذا باب فتحه الله عز وجل لك من أبواب الخير، فالزمي هذا الباب، لأن الله عز وجل ييسر لكثير من عباده أبواب، فمنهم من ييسر له باب قيام الليل، ومنهم حفظ الله، ومنهم ختم القرآن، ومنهم الذكر، ومنهم الصدقة، ومنهم العلم، وأنواع من الأبواب. فأي إنسان فتح الله عز وجل عليه باب يتمسك بهذا الباب ولا يصغي ولا يستمع إلى المثبطين من قطاع الطرق على الصالحين. يوجد من الناس من إذا شاف إنسان أو امرأة شافت امرأة أخرى تختم ما شاء الله بهذه الطريقة دخلت عليها وشوشت عليها ووشوشت لها وعملت أشياء حتى تصد عن هذا الطريق. لا تستمعوا لمثل هؤلاء، امضوا في هذه الطرق الطيبة والزموا هذه الأبواب. فأنت يا أخت الفاضل على خير، هذا وردك اليومي وهذا من أعظم النعم. تدرين يا أختي عبد الله بعض الناس ما يستطيع يقرأ جزء يوميا، جزء واحد ما يقدر يقرأ، فأنت على خير. وهذا أفضل وقت تقرأين فيه القرآن، أفضل وقت تقرأين فيه هذا القرآن. ولو قرأت أنت تقرأين ثلاثة أربعة خمسة ستة كل هذا جاهز. يعني ما عندنا شيء مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أردتم أن تختموا القرآن وزعوه على الأوقات، أبدا. بل أفضل العمل أن الإنسان يعني يستمر في هذا ولا يقطعه ولا يشغله عنه شيء. فأنت على خير وواظبي على هذا بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل عن تكبيرات العيدين وأيضا تكبيرات صلاة الجنازة، يقول هل السنة فيها رفع الأيدي؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للتكبيرات السنة رفع الأيدي فيها، تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنائز. فإذا قلت الله أكبر تقول هكذا الله أكبر الله أكبر ترفع، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم. هناك من العلماء من يذهب إلى أن التكبير إلى أن الرفع يكون في تكبيرة الإحرام فقط، ولكن هذا قول مرجوح والراجح
القاعدة الشرعية أن مع كل تكبير رفع، إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل لما نزل إلى السجود أو بين السجدتين، هذا ما يرفع. فتكبيرات العيدين جميعها، تكبيرات الجنازة، تكبيرات صلاة الاستسقاء مثلا، إنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة. بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يقول: أنا شاهدت في رمي الجمرات أناس يتقابلون في رمي الجمرة، يعني هذا يرمي من هنا وفي مقابله أشخاص يرمون من هنا، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، فالجمرات ترمى من الجهات الأربعة إلا الجمرة، جمرة العقب التي يعني لها، اللي كانت أصلا في الجبل، هي كانت في الجبل، ولكن الأصل أن الجمرات ترمى من الجهات الأربع ومن فوق، حتى من فوق يا أبا نذير. أما رأيت هذا الجسر العملاق، هذا المبنى الإسمنتي العظيم الذي سهل على الحجاج ولله الحمد مسألة الرمي، وأصبح من معالم الحج ولله الحمد، يعني معالم منى، حيث إن الحجاج تيسر لهم رمي الجمرات، يرمون من أعلى، يرمون من أعلى فينزل في الحوض، فيجوز يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أبو نذير يقول في حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يقول مثلا إذا شخص سائح ذهب إلى بلد وسمع بمسجد تاريخي مثلا وأراد زيارته والصلاة في ركعتين، ما حكم ذلك؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء من طرق متعددة وأوجه متعددة أيضا، وهو مما يحتج به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المقصود بشد الرحال السفر، بمعنى أن يسافر الإنسان إلى مسجد، فإنه منهي أن يسافر، بمعنى يشد الرحال، يشد الرحال إلى مسجد غير المساجد الثلاثة هذه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يسافر الإنسان ليصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة. فلو أن شخصا قال: والله أنا مسافر الليلة أو غدا، خير، أين تريد يا فلان؟ قال: في مسجد في الدولة الفلانية أريد أن أصلي في ركعتين وأرجع، قلنا هذا لا يجوز. فإذا كان شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة محرم، كيف شد الرحال إلى الأضرحة والقبور؟ لا شك بأن هذا أمر خطير. المسألة الثالثة، وهي أن الإنسان السائح إذا ذهب لزيارة دولة من الدول، وذهب يعني من باب الفسحة يتتبع مثلا المناطق السياحية والآثار التاريخية، ثم قيل له بأن ها هنا مسجد قديم مثلا وحب أن يزوره، ما المانع؟ لا بأس بزيارته، ولو دخل وصلى فيه ركعتين تحية المسجد مثلا لا حرج في ذلك، على أن لا يعتقد بأن والله صلاة في هذا المسجد تعدل الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. ينتبه، لا، هو أصلا ما قصده، هو كما أنه ذهب إلى المتحف، ها، وذهب إلى المكتبة وذهب إلى كذا، ذهب إلى هذا المسجد من جملة الأشياء التي يزورها، ما فيها شيء ولله الحمد والمن، واضح ولا حرج. إذا كان قيل له بأن مسجد تاريخي هنا وهنا آثار وكذا يزورها، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يقول: شخص نوى أن يصوم ثلاثة أيام، أيام عاشوراء، يوم قبله ويوم بعده مع يوم عاشوراء، يقول في أحد الأيام نقض صوم هذا اليوم، هل عليه شيء؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لصيام عاشوراء سنة وليس بفريضة، فهو سنة وليس بفريضة. ولو أن شخصا قال: أنا ما أريد أن أصوم يوم عاشوراء، هل أحد يقول له أنت وقعت في حرام؟ الجواب لا. هل يجوز الإنكار عليه؟ الجواب لا، وإنما يذكر فقط في فضل صيام يوم عاشوراء، يقال صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من صام وأحب يفطر لا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للإنسان بأن يفطر في صوم النفل مثلا. فحتى لو دعاك شخص إلى وليمة أو مناسبة وأنت صائم
وأحببت أن تجبر خاطره وأن تطيب نفسه، أفطر وكل معه. وهذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. بارك الله فيك. أبو نذير يقول: شخص توضأ ولبس الجوارب وفوق الجوارب الحذاء. يقول هناك صورتان: الصورة الأولى أحدث ولما يعني طلع خلع، لما خلع نعم أحدث ثم خلع الجوارب والحذاء، هل يجوز له أن يمسح على الحذاء؟ وذكر الصورة الثانية: لبس الجوارب والأحذية وصلى ثم أحدث، إذا أراد أن يصلي هل يصلي مع الحذاء، إلى آخر ما ذكر. يا أبا نذير بارك الله فيك، أنت تقول بأن رجل توضأ ثم لبس الجوربين وفوقهما الحذاء، فوقهما الحذاء. الآن الرجل ما دام أنه لم يحدث يصلي ما شاء، يصلي بالجوربين، يصلي بالحذاء مثلا، لأنه ما أحدث بعد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا أحدث هذا الرجل فمسح على الجوربين، مسح على الجوربين، فإنه يجوز له أن يصلي بالجوربين وبالحذاءين أيضا، بالحذاء يصلي بهما ولا حرج في ذلك، لا حرج ما دام أنه قد مسح على الجوربين. ولو أنه خلع الحذاء لا حرج لأنه مسح على الجوربين. واضح؟ المسألة الثالثة، الصورة الثالثة: لو أنه لبس الجوربين وفوقهما الحذاء ثم أحدث فمسح على الحذاء من فوق ولم يمسح على الجوربين، فإنه يصلي في الحذاء ولا يصلي في الجوربين، في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. لكن هناك من العلماء من يذهب إلى أنه يجوز له أن يصلي بالجوربين حتى ولو خلع الحذاء الذي لبسه، عفوا الذي مسح عليه، الذي مسح عليه. وإذا أراد أعادهما ثم أراد أن يتوضأ من جديد ما يمسح عليهما، وإنما لا بد من خلعها ويتوضأ وضوءا كاملا وليس غسل القدمين. هذا متى؟ إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى. بارك الله فيك. محمد من رأس الخيمة يقول: يعني ولد لنا جنين وسقط بعد 6 أشهر، يعني لما أكمل 6 أشهر بعد ساعة توفي، يسأل عن حكم العقيقة وهل يجب مثلا، ويقول نحن صلينا عليه. يا أبا محمد بارك الله فيك وعوضك الله خير، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا السقط سبب من أسباب دخولك أنت الجنة ووالدته، وأنا بشر والدته بخير. نبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السقط لا يجر أمه بسرده، يعني بحبل السرة إلى الجنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لمن بلغ 6 أشهر، فإن تجرى عليه أحكام الجنين المكتمل، بمعنى أن يصلى عليه، يغسل يصلى عليه ويلف بلفان، فلا يأخذ حكم الكفن، كفن الكبير، لا، يلف بخرقة صغيرة ويدفن، يحفر له ولا يلحد له، وإنما حفرة صغيرة في المقبرة يوضع فيها. المسألة الثالثة: يستحب لك أن تسميه، لأن هذا سيبعث يوم القيامة، سميه يا أخي محمد، أطلق عليه اسم معين. المسألة الثالثة: نعم، فالراجح من قول أهل العلم أن 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 العقيقة أيضا سنة في مثل هذا السقط، في مثل هذا السقط. ولذلك إذا عقيت عنه فقد أحسنت، وإذا لم توقع عنه لا شيء عليك. وكون هذا الطفل قد يعني قد توفي أو هذا السقط نزل في مثل هذه المدة، لكن إذا عقيت طيب، وإذا ما عقيت لا ملامة عليك. بارك الله فيك. أبو محمد، عفوا، الأخ محمد من رأس الخيمة يقول: أنا سمعت جواب لك بالنسبة لمغادرة عامر البنيان اللي ذكر 12 كيلو، يعني هو سأل أبو محمد يقول بالنسبة للمدة اللي يذكرها العلماء 80 كيلو، كيف نضبطها؟ يعني مسألة الذهاب ومسألة العودة، يقول هل العودة مثل الذهاب؟ يعني أنا لو كنت قريب من مدينتي مثلا بمسافة قريبة أبقى مسافر ولا خلاص ينقطع السفر؟ أبو محمد، أخوي محمد بارك الله فيك، محمد الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لمسألة السفر أحكام كثيرة، والسبب في ذلك الأدلة التي جاءت، يعني منها ما هو صحيح غير صريح، ومنها ما هو
ضعيف صريح، ومنها ما اجتهد العلماء وفهموه فهما آخر مثلا، لكن حقيقة اللي أنا أجيب فيه أحرص أنني أجيب على وفق الآثار النبوية، الحديث النبوي، الآثار الصحابية، والتي يعني أرى فيها التيسير على الناس وضبط هذه المسألة، ضبط هذه المسألة. وهذا يعني كلام أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة، يعني وفقها واجتهدوا في هذه المسألة. ولذلك أخي الفاضل، أولا بالنسبة للسفر الذي تجري فيه أحكام الترخيص، هو ما تعارف الناس عليه أنه سفر، فأنت من رأس الخيمة رايح أبو ظبي سفر، هذا سفر، ما أحد يقول لك غير سفر. لكن أنت من رأس الخيمة إلى أم القيوين، هل هو سفر؟ يعني هل الآن لو قلت لهلك لأهلك أنا مسافر لأم القيوين، يعني يسكتون ولا يضحكون؟ بيقولون وين يا أخوي محمد رايح أم القيوين مثلا، لأن خلاص الآن بدأ البنيان يتصل تقريبا بين أم القيوين وبرأس الخيمة كمثال، وهذا موجود في غالب المدن، غالب المدن في جميع الدول البنيان يتطور ويزحف، البنيان يزحف. واضح؟ طيب ممكن يكون بين رأس الخيمة وأم القيوين سفر، ممكن، مع أن المسافة قريبة إذا كان صحراء، والناس العرف عند الناس أن هذا سفر. واضح؟ لا يرضى عليك. ولذلك تحديده بثمانين كيلو، صحيح هذا قول الجمهور، لكن هل هو الصواب؟ الراجح لا، الراجح أن كلما عد سفرا لغة وعرفا تعارف الناس على أن سفر يكون سفر، حتى لو كانت المسافة أقل من 80 كيلو. واضح؟ هذا اللي ذكرته أنا. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية مسألة مفارقة عامر البنيان. أنا بفترض معك أخوي محمد، أفترض أن مسافة السفر 80 كيلو. واضح؟ الآن شخص مسافر 100 كيلو، 100 كيلو يعني زادت على 80. بعض الناس يعتقد بأنه ما يبدأ يترخص برخص السفر إلا إذا وصل 80 كيلو، هذا غلط، الفقهاء ما قصدوا هذا، الفقهاء يقولون هذا السفر، يعني إذا كان السفر مدته، يعني عفوا مسافته تزيد على 80، فأنت بمجرد مفارقة عامر البنيان ودخل عليك وقت الصلاة حتى لو 5 كيلو 10 كيلو تترخص برخص السفر، لأن جد بك السير، أنت الآن جد بك السير، عفشك في السيارة وأنت الناس ودعوك وفي مال، لا يا أبو محمد، أخوي محمد، ها معلق على أبو محمد أنا اليوم، ما أدري إيش السالفة، لكن عموما هذا سفر خلاص، ما هو بشرط لازم توصل 80. كذلك العودة اللي سألت عنها أنت الآن، وأنت راجع مثلا أبو ظبي، ما يشترط أنه والله حتى أصل مسافة 80 قبل رأس الخيمة أبدأ أقصر، ما هو بشرط هذا، حتى لو 5 كيلو، حتى لو تشوف أطراف رأس الخيمة، شوف بنيانها مثلا، ها ما دخلت عامر البنيان، حتى لو دخلت منطقة العزب مثلا، هذا مو بعامر البنيان، عامر البنيان المسكون. فبهذه الطريقة بارك الله فيك نفهم القضية هذه، لأن بعض الناس الآن يشدد على نفسه، وقد يسر الله عز وجل عليه فيذهب يقول لا حتى نصل 80 كيلو، وهو مسافر، ممكن مسافر مكة، بعضهم رايح مكة بالسيارة، زين يقول لا 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 خلنا لا ما نصل 80 كيلو وبعدين نبدأ نترخص، هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. واضح أخوي محمد؟ بارك الله فيك. أمت الله من عمان تقول عندها والدتها يعني تقول تسبني وتتكلم علي وتسكر التلفون بوجهي وشيء من هذا القبيل، تقول أنا خايفة يعني أني أزورها، خايفة من يعني ماذا أصنع، تريد نصيحة. أختي أمت الله بارك الله فيك، وشرح الله صدرك ويسر الله أمرك وهدى الله والدتك، والدتك واضح بأن ما تقصدتك أنت وإنما تقصدت الجميع، بدليل أني سألتك أنا ولكن قلتي لي أنا أشد واحدة من أخواني وأخواتي. إذا الوالد عندها مشكلة نفسية، مشكلة عقلية، يمكن أنتم ما عرفتوها، أو ما يكون عندها مشكلة لكن ممكن أنتم مقصرين أو بعضكم مقصر، ويعني جمعتكم جميع بمثل هذه المعاملة. فلذلك أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا تكثرين للوالدة من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، ولا تشيلين عليها في صدرك وقلبك. ها المسألة الثانية بارك الله فيك، الرقية الشرعية، فممكن أنكم ترقونها
مثلا تجيبون لها ماء مقري عليه مثلا، أو أنت تقرأين أو أحد أخوانك أخواتك أو القريبة من خواتك لها تقرأ عليها، تقرأ عليها أو تقرأ في ماء وتعطيها إياه تشربه، فإنه نافع بإذن الله، وفعل هذا السلف الصالح رضي الله عنهم. المسألة الأخرى، ممكن تبعثين أحد من أقاربكم من الأهل ها يروح يسألها، يشوف وش اللي عندها تجاهكم، لأن أحيانا قد يكون هناك أناس ما يخافون الله ها من النمامين، يجي قرقر في أذن الوالد يقول لها فلانة تتكلم فيك، فلانة تقول كذا مثلا، ممكن تكتشفون هذا، لأن النمام هذا يصنع في لحظة ما لا يصنعه الساحر في سنة. النمام ها في لحظة واحدة يهدم بنيان كامل النمام هذا، ولذلك الجنة حرام على النمام. فممكن تكتشفون بأن الوالدة يعني عبوها عليكم وأوغروا صدرها وكبروا قلبها يعني عليكم، وأنتم ما تدرون، براء مساكين ما تدرون. فشوفي أحد من الأهل يروح يزورها يقول يا فلان وش السالفة، لماذا أنت مع عيالك بهالطريقة، وش اللي حاصل، وش اللي كذا، ممكن تفضفض لها وتكتشفون أشياء تتفاجئون، صدمة بالنسبة لكم ها. حاولوا قدر المستطاع أنكم تشبعون يعني ما عندها الآن من جفاف عاطفي، ما عندها من وحشة في البيت لوحدها هي والخادمة مثلا، تسوون برنامج أنت وخواتك أخوانك يوميا تزورونها، وكل واحد لما يجي يجيب مع بيده شيء، اللي يجيب هدية، اللي يجيب طعام، اللي يجيب حاجة. ترى أحيانا كبار السن يعيشون عزلة خاصة في هذا الوقت للأسف الشديد، مع انشغال الناس، حتى اللي في البيت انشغلون عن أبائهم وأمهاتهم بهذه التقانات وهذه الأجهزة وهذه المشوشات اللي صرفتهم عن أبائهم وأمهاتهم. فقدري هذا الشيء، أنت لا تروحين بعيد تقولي يمكن الوالدة كذا، لا، ما بعدو لك، لا تجعلينها عدو، إن الآن هي اتخذتك عدوة، لا، وإنما الوالدة تمر بظروف. هذه نصيحتي لك، صلى الله تعالى يألف بين قلبك وقلبها وقلوب عيالها الباقيين يا رب، ويجمعكم على خير. والدعاء طيب، لا تستهين بالدعاء ها، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بارك الله فيك وجمعك الله على خير مع والدتك. أم عماد. أيوة أم عماد من اليمن. تفضل يا أم عماد. عندي اثنين أسئلة لو سمحت. تفضل أختي. السؤال الأول، أنا كنت قبل 25 سنة حامل. اخفض التلفزيون يا أم عماد وكلميني من الهاتف الله يرضى عليك عشان ما ينقطع. وبعدين حملت، وأنا كنت ما شفت الحمل هذا لأنه معي جوه القنيت في تعبان، كنت أديك صديرة كني أخرج. كيف يا أم عماد تقولين أنت قبل 25 سنة كنت حامل والحمل إيش جراله؟ الحمل كنت مشتوش، كنت وقت أدعي ربي يقول يا رب يخرج، يا رب مشتوش إن شاء الله يخرج. إيه ليش؟ لأنني معيقها الكثير وأنا فقيرة وما فيش معي حدا. أيوة، وبعدين إيش اللي حصل؟ بعدين كنت بصرح أجمع الحطب من الجبال ومسقطه بالجبال فلتوه من غير العين يعني فلتجاء سقط؟ بعدين خرج الجاهل هذا سقط علي، بس كنت فرح اني يعني سقطت. بعدين الحين على ضميري واذبني يقول يعني ارحم الراحمين كيف يعني ما واعي. لكن انت ضربتي بطنك يعني سقطت من غير العين وانك مع الحطب يعني شلتي حطب ثقيل سالت يعني وانا جمع الحطب اجمع وانت قاصده ها؟ لا ما انت قاصده يعني كنت ما انت قاصده. وكم كم كان عمره؟ كان عمره 5 شهور ونص، وبعدين خرج من داخل قدو يعني ميت. ايه. وبعدين ما احنا غسلت له الحرمه الذي تولدنا بالبلد، غسلت له ما غسله وشحه مثلا رجال وصفنه وبالكفان ما صليناش على وما نحنش دولا. ايه بس اهم شيء يا ام عماد الله يبارك فيك، اهم شيء انت ما تسببتي يعني في انزاله. لا أنا ما كنتش مقصود، بس كنت تدعين الله تقول يا رب ينزل ها بس. يا رب ينزل يا رب ينزل مشتوش. طيب السؤال الثاني. أو يعني هو كذاك الحين يعني خايف جس ضميري وأذبني يقول أي شيء يعني مثلا كيف أعمال كيف.
طيب إن شاء الله خلاص أنا فهمت السؤال، باقي الجواب الآن إن شاء الله تنتظرين. السؤال الثاني. السؤال الثاني غسلت له حرمة، اللي غسلته قاعد نقول لك حرمة وما كفلناه، وش بكفنا كفلناه بخرقة ودفنوا اثنين شباب. يعني تقول حرمة هي اللي غسلت وقالت غسلناه ولفيناه وبعدين؟ ما صليناش عليه، ما صلوش عليه ولا حاجة. ما صلوا عليه؟ لا. إي إن شاء الله. يلا. مرحبا أم عماد. من؟ ما أسمع. طيب أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول بنتها حامل بتوأم ولله الحمد أولاد، تقول يعني إن شاء الله ولادتها قريبة، تسأل عن العقيقة، تقول يعني هي مقتدرة هي وزوجها، هل يذبحون مباشرة العقائق أم يؤخرونها؟ أم علي بارك الله فيك وبارك الله في ابنتك، وصلى الله تعالى أن ييسر ولادتها وأن يبارك في أطفالها وأن ينبتهم النبات الحسن، وأكثروا من شكر الله وحمده على ما من وتفضل، فإن الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وصلى الله جل وعلا يجعلهم من الصالحين. بالنسبة للعقيقة أختي الفاضلة، سنة مؤكدة، العقيقة سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، وهي حق للطفل على أبيه وليس على أمه، إلا إذا اتفق أو الأم قالت أنا والله أبغى أتبرع ما في بأس، حتى لو جاء شخص آخر وتبرع ما في بأس. بالنسبة للذكر، النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كل واحد بشاتين، كل واحد بشاتين. جاء في رواية أخرى صححها جمع من أهل العلم أنه ذبح عنهما عن كل واحد منهما بشات، وأهل العلم لهم ترتيب لهذه المسألة. ولذلك كنت الفاضلة بالنسبة لي يعني ابنتك إذا ولدت إن شاء الله، وإن شاء الله تلد بالسلامة وبالصحة والعافية، كل طفل يذبح عنه بشاتين، كل طفل بشاتين. إذا كان عندهم قدرة فالأفضل المسارعة بعد 7 أيام مثلا، الأفضل لو ذبح ذبحت العقائق ثاني يوم ما في بأس. العلماء يقولون يستحب يوم 7 لأنه في الغالب أن الطفل إذا ولد يسلم في هذه الفترة، يسلم ولله الحمد في هذه الفترة. فطيب كل واحد بذبيحتين، الأفضل المسارعة، أن الإنسان ما يأجل ما دام عنده قدرة. الذي ليس عنده قدرة مالية، يعني بمعنى فقير أو عنده استطاعة لكن على واحدة فقط، يعني ذبيحة واحدة، يذبح ذبيحة واحدة ولا شيء عليه في هذا ولله الحمد والمنة. أو إنسان يقول أنا ممكن بعدين، يعني ممكن كل شهر لما أستلم الراتب أستطيع أني أذبح عقيقة واحدة. طيب على أن لا يؤخر الإنسان العقائق إلى البلوغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. والعقيقة يا أخواني لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات على الطفل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الطفل إذا ولد يطعن الشيطان بأصبعه في خاصرة الطفل فيصرخ، فإذا عق عنه ذهب حظ الشيطان، ما يصير للشيطان سبيل إلى هذا الطفل. خلاص الله المستعان. معلي باقي لك سؤال، ها إن شاء الله غدا بإذن الله نوجه رسالة لأبو محمد حول هذا الموضوع، ورسالة لكل من يشاهدنا. أم عماد من اليمن أيضا أعتذر منكم، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة